إلى موضوعنا الثاني في هذا الموعد الإخباري. افتك الدين بالقاسم المركز الثاني في المسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في طبعتها 41 والتي اختتمت بالمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية. المسابقة تعد من أقدم المسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم وعلومه. يعد هذا التتويج ثاني وشاح دولية تحصل عليه القارئ الجزائري الطالب في تخصص طب الأسنان بعد افتكاكه سابقا المرتبة الأولى من مسابقة القرآن الدولية بجمهورية مصر العربية العام الماضي. ومعي عبر الهاتف خير الدين بالقاسم الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن. سي بالقاسم صباح الخير وشكرا لحضورك معنا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم. وعليكم السلام ورحمة الله. في البداية خلينا نهنيك باسمي وباسم كل طاقم قناة النهار على هذا الفوز بالمركز الثاني في هذه المسابقة الدولية بالمملكة العربية السعودية. في البداية كيف كانت هذه المسابقة بالنسبة إليك خير الدين بالقاسم كقارئ وحافظ لكتاب الله؟ نعم، يعني في البداية يعني الترشيح فقط لهذه المسابقة يجعلك تستعد كثيرا نظرا لقوة المنافسة فيها، حيث تعد أعرق وأقدم مسابقة عالمية، وقد حققت هذه الصفعة أكثر مشاركة من حيث عدد الدول وعدد المتسابقين أكثر من 146 متسابقا، فكانت يعني المسابقة الأولى التي تصل إلى هذا العدد، فكان يعني تحضير صعب جدا يعني حقيقة، خاصة في فرع التحضير تلزمت وقتا طويلا للتحضير، لكن الحمد لله مع الاجتهاد أكرمنا الله بهذا الشرف الجد. طيب فيه طاقات كبيرة في الجزائر، ربما هذا التتويج يعكس هذا الأمر. ما هي رسالتك للشباب الجزائري وحافظ كتاب الله في هذا الخصوص للمشاركة ربما بقوة في هذه المسابقات الدولية؟ نعم، القرآن أمانة عظيمة وهو حبل الله فينا، فيجب أن يعني يجب التمسك به في كل وقت، فهو يكرمك في الدارين في الدنيا والآخرة. وهذه المسابقات يعني يمكن جعلها دافعا لتثبيت حفظك والاستزادة من علوم القرآن من تفسير وعلوم تجويد والتلاوة وغيرها، فهي يعني زيادة عن المنافسة التي فيها التي تعينك على الاحتكاك ورفع المستوى والتعرف على مشايخ أجلاء تستفيد منهم، فهي تعينك وتحمسك أكثر وتعد تحفيزا لإتقان الحفظ، كونها يعني أنك تتنافس مع أحسن الحفاظ عالميا. فأنصح يعني كل حافظ للقرآن الكريم بعد يعني تلقيه تكوينا وبعد أن يكون طالبا على يد مشايخ متقنين في فن التجويد خاصة، أن يترشح لمثل هذه المسابقات، فيبدأ يعني من ولايته ثم يعني وطنيا ينتقى أحسن الحفاظ، وبعدها ترشح وزارة لهذه الجوائز الدولية. هذه الخطوات يعني لكي يستطيع أي حافظ المشاركة. شكرا لك خير الدين بالقاسم الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن بالمملكة العربية السعودية. موفق إن شاء الله في قادم المسابقة.